تهديد صريح بالقتل أصدره تنظيم القاعدة الإرهابي ضد الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى بسبب تشكيكه في إحدى حلقات برنامجه على فضائية الحرة الأمريكية في مصداقية الصحابي خالد بن الوليد ووصفه بالقسوة في حروبه. في تصريح لجسور، قلل الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي من خطورة تهديد القاعدة على حياة إبراهيم عيسى حسب رأيه. القاعدة لا يمثل أي شيء في مصر، يعني هو أوقف عملياته عام 1995 لعدم القدرة، يعني عدم قدرة التنظيم على عمل عمليات. فأيمن الظواهري في بيان رسمي قال احنا وقفنا عمليات القاعدة في مصر لعدم القدرة، لا يوجد خلايا لتنظيم القاعدة جوه مصر مطلقا. حاول العودة بعد 2011 على هشام يد هشام عشماوي وتوقف. رد الصحفي إبراهيم عيسى على تهديد القاعدة جاء عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بالآية القرآنية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولعيسى سجل حافل بتصريحات أثارت جدلا واسعا، منها ما يتعلق بالدين الإسلامي مثل إنكار حدوث المعراج للنبي محمد إلى السماوات العلى، ومنها ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي مثل قوله إن تنظيم داعش استند في ارتكاب فظائعه إلى وقائع ارتكبها بعض الصحابة الأوائل، مرجعا آراءه الصادمة إلى كتب للطبري وابن كثير وغيرهما حسب قوله. لكن عيسى ربما لن يكون الإعلامي الوحيد الذي يهدده تنظيم القاعدة، إذ اختار التنظيم الإرهابي لنشرته عنوانا مفتوحا هو إلجام لئام الإعلام حسب تعبيرهم. أستاذ إبراهيم له قيمة طبعا، وناس ممكن تستهدفه بالكلام والتعليقات وبالغضب من بعض كلامه، وناس من التابعين للقاعدة وغيره، لكن ده مش معناه أنه هو واحد يطلق دعوة عنصر جوه تنظيم القاعدة اقتلوا إبراهيم عيسى يبدأ تنظيم القاعدة كله هيجي يركز على إبراهيم عيسى ويقتله. شايف ان هي دعوة فاضية، شايف ان تنظيم القاعدة غير موجود، شايف ان هو دي حرب دعائية. الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى صدر بحقه حكم قضائي بالحبس عام 2008 في قضية نشره موضوعا صحفيا تناول فيه تدهور صحة الرئيس الراحل حسني مبارك، لكن مبارك أصدر لاحقا قرارا جمهوريا بالعفو عنه.